بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تقرير بيقول ان واشنطن تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني. فتحت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقا في تقرير للحكومة الإسرائيلية يفيد ان قطر قدمت تمويلا ماديا للحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وذلك وفقا لصحيفة واشنطن إكزامينر. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للصحيفة الأمريكية في وقت سابق من يوليو الجاري: نحن نبحث هذه المزاعم، مضيفا أن قطر والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية وأمنية قوية لمكافحة الإرهاب. وأنا بصراحة عايز أقف هنا عشان أعرف إيه هي الشراكة الاستراتيجية المزعومة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لمكافحة الإرهاب. أنا أعتقد أن الحزب الديمقراطي الأمريكي بالتحديد والنظام القطري نظام الحمدين هما يعني أكثر نظامين يعني يدعمان الإرهاب في العالم، وده واضح جدا جدا طبعا من الأحداث التي حدثت منذ 2003 حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية لم تدرج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب، بل بعد ترامب ما أدرج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب رجعت الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن وشالت أو رفعت الحوثي من على قوائم الإرهاب. كذلك قطر معروفة بدعمها للإرهاب في ليبيا، بدعمها للإرهاب في اليمن لجماعة الحوثي. وكذلك كشفت طبعا يعني المخابرات الإسرائيلية ان في صلة وفي دعم من قطر للحرس الثوري الإيراني. اذا كان في شراكة استراتيجية، وهذه موجودة، مش اذا كان، لا موجودة حقيقة، شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر. هذه الشراكة انما تعمل على تقسيم المنطقة العربية، ويعني عملت في عهد أوباما على إسقاط الأنظمة وتدمير الأمة العربية. شوفوا أنتم ماذا التدمير اللي هو الاقتصادي والاجتماعي وسفك الدماء وما حدث في ليبيا وفي الدول العربية التي قام أو التي حدث فيها الخريف العربي بسبب الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين النظام القطري. وكان الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته روفين ريفلين قد كشف عن معلومات استخباراتية لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع بينهما الشهر الماضي تكشف عن أنشطة لتمويل الإرهاب من قبل الدوحة، وتحديدا للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية خارج إيران. وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي رفض الإفصاح عن اسمه أن ريفلين زود البيت الأبيض بمعلومات استخباراتية بشأن التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري، مشيرا إلى أن المعلومات أزعجت المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع. يا سبحان الله، أزعجتهم إزاي؟ هم عارفين كل حاجة، أقصد يعني عارفين إن هم بيدعموا الإرهاب، لكن يعني ممكن يكون أزعجتهم يعني بسبب إن يعني قطر إزاي يعني تدعم الحرس الثوري الإيراني، يعني واخد بالك؟ لكن معروف يعني كأنها بتقول يعني لا احنا تدعم اللي احنا نقولها عليه، ما تدعمش وخلاص. ممكن يكون دعمهم من يعني من وراء امريكا، لكن امريكا لا عايزاها يعني تقول له ادعم الارهاب هنا ماشي، ادعم الارهاب هنا ماشي كده يعني. فده اللي ازعج الاداره الامريكيه. كما اكدت اللغه الفارسيه التابعه لشبكه صوت امريكا الاخباريه التي تديرها الولايات المتحده عبر مصدر ثان ان اسرائيل قدمت معلومات استخباراتيه لبايدن حول تمويل قطر للحرس الثوري الايراني. وأشارت واشنطن إكزامينر إلى أنها تواصلت مع العديد من الوزارات الإسرائيلية من بينها الخارجية للحصول على تعليقات، إلا أن جميعها التزم الصمت بشأن هذه المزاعم. ولفتت إلى أن الحكومات الإسرائيلية كقاعدة عامة تنفي بإيجاز التقارير الإخبارية الكاذبة، لكن عدم وجود إنكار يشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية جادة وتم نقلها بالفعل إلى إدارة بايدن. طبعا هو بيقول لك طالما يعني هم عندهم قاعدة في الاستخبارات الإسرائيلية ان هم يعني لا يجوزون يعني مثلا رفع تقارير زي دي تكون ايه تقارير مش صحيحة ولا حاجة،
لكن طالما ان مفيش نفي من الاداره القطريه يبقى الكلام صحيح. لكن زي ما انتم شايفين المساله مساله خطيره جدا جدا. قطر لم تترك اي منظمه ارهابيه في المنطقه او حتى في العالم الا ودعمتها. فالنظام القطري يعني متورط في كل المنطقه، في دماء كثيره جدا تورط فيها في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن، وهكذا يعني يتورط كمان ان هو يدعم ويمول الحرس الثوري الايراني. وطبعا يعني هذا النظام ان شاء الله رب العالمين ربنا ينتقم منه ويخلص قطر منه ويعطي القبائل العربيه القطريه حقها، ويعني يريد سلبهم وطنيتهم ومواطنتهم في بلدهم، ويعني يميز ما بين القبائل. وده على فكره تبقى ديموغرافيا جديده، يعني هو المجنسين مثلا هيجيبهم ويخلوهم اهل بلد اصليين، واهل البلد الاصليين يقول لك لا دول مش موجودين، يعني مش تبع البلد ومش اصليين، يعملهم درجه ثانيه. انا ما شفتش في التاريخ يعني ما حدش اصلا عملها في العالم، يعني الكلام اللي هم بيقولوه ده ما حدش عمله في العالم خالص ابدا. يعني ازاي يعني خطر ببال يعني هذا البني ادم ان هو يعمل حاجه زي كده؟ عموما دايما ابدا ممكن الانسان يؤتى من نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يطمس على قلبه ويعمي بصره وبصيرته ولا يهديه الى الحق فيتركه لنفسه ولغيه ولضلاله. ويعني اعمل ما شئت كما تدين تدان، كل ده سلف ودين، كل ده يعني بما جنت ايديهم، يعني من زرع حصد ومن زرع حصد. هم زرعوا الفتن في كل البلاد وزرعوا الثورات والتحريض على الحكام. في النهايه بنقول للنظام الحمدين من اعمالكم سلط عليكم. بهذا نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.